بس بس لحظة بس وداد ايمت بدك تقلي له على الشقفة اللي معناه؟ مالك شايفتيه مشغول؟ مو ليخلص قياسات حكمت بالأول؟ لك شو عم يرسم لوحة؟ مو انت اللي دليتينا عليه، هي دلتك، إذا ما كانت هالدلة. وداد شو؟ لك وفعلا حاطط عينه على حكمت. بس بيني وبيني والله خياط بياخد العقل. لك شوفي شوفي الفستان بياخد العقل عليها. وهيك صار تمام. خلص القياس استاذ؟ 90% الحياة. طيب انت فيني استلمه تقريبا؟ ولهالدرجة مستعجلة؟ لا بس يعني بكل الأحوال يعني أنا عندي رغبة يا دكتورة إنك تقيسي فستان تاني موجود بالداخل. فستان شو؟ هو نموذج يعني حابب إنه يتجرب على جسدك، يتجرب على هذا المنوكان الموجود لو سمحتي. اوكي بس إنه فلين؟ ونحن كمان بدنا نخيط عندك أنا وأختي وداد هاي الشقفة، فبدي تشوف لنا إياها بتليق علينا ولا لا؟ لنشوف لنشوف بعدين 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 لنشوف لنشوف. يا شو يعني لنشوف وبعدين أستاذ؟ ما بدك تاخذ لنا قياساتنا؟ اسمنا موجودين هون. مسيو ناظم ممكن تشوف لنا هالشقفة إذا بتليق فينا أنا وأختي ولا لا؟ بتليق بتليق أكيد بتليق. تركوها معكم هلا. Est-ce que vous acceptez mon mariage? Bel Arabi, tu veux te jawazini? يخرب بيتك بهالبساطة هيك؟ يا دكتورة أنا المواضيع المقتنع فيها بطرحها بشكل مباشر وبسيط. مو لتشرفنا بالأول لعنا على البيت يا مسيو ناظم مشان نحكي بالموضوع. بون بس مو بالأول لازم أخذ الضوء الأخضر من الدكتورة. الأخضر يا دكتور الأخضر.